كبروا بمدينة المحمدية في الجمع العام اللي كانوا رائعين، وكان الكل ملتف حول الرئيس سي هشام عيش منا، وسي هشام عيش منا ماشي دخيل على شباب المحمدية بل هو زاد في شباب المحمدية، وكان تاريخ عند العائلة ديال الحاج محمد عيش منا الله يرحمه اللي كانت منا هو الجميع يدير ليد في ليد ونتلفوا حول هذا النادي باش نجعلوه من الأندية الكبار اللي القلال في المغرب، لأن هنا عندما كل ما كنهضروا على نادي كنقولوا كرة القدم، ولكن النادي هو فروع. كنتمنى باش هذه الفروع تنضم. أنا دائما في نظريتي عندي نظريات في مدينة المحمدية خاص يكونوا جوج الأندية، كاين نادي شباب محمدية ونادي اتحاد المحمدية، وهذه الفروع اللي كاينة في مدينة المحمدية النص يلتم الشباب والنص يلتم الاتحاد باش نجعلوا واحد الهيكلة ديال الرياضة كما قال سي هشام يتمنى. كالنادي خاص يكون مؤسسة، ما نبقاوش نديروا جمعية، هذه مؤسسة تكون تمويل ذاتي، يكون عندها مكتب مديري اللي غادي يمول ويكون مستثمر، حتى لأن اليوم ما تليناش كنهضروا على الدعم مساعدة، دابا ولا الاستثمار، خاص تعطي الفلوس وتربح الفلوس. طلب من الرياض ولا الصناعة ولا استثمار ولا أنا نعطيك مثال، هذا من اللي القطري ولا شنو هو اللي شد باريس سان جيرمان واش فرنساوي؟ جا الاستثمار، وهذا هو اللي خصنا نمشيو فيه، وهذا هو اللي غادي فيه سي هشام عيش منا اللي كنتمنى له التوفيق، وكنتمنى من الجميع يلف حوله ونكونوا ندعموه بكل. انتم متفائلين بالرئاسه ديالو لشباب المحمديه ومستقبل شباب المحمديه؟ كل شيء عند الله، ولكن التفاؤل كاين النية بانه رجل طيب واللي غادي يعطيه. انا ما كنقولش وحدين اخرين ما مزيانينش، بل حنا جا في المناسبه اللي خاصنا ندعموه باش نبنيو هذا النادي بواحد نظره احترافيه، ما نبقاوش نهضروا على، خصنا نهضروا على الرياضه راه ولات عمله اقتصاديه، راه ما تلاتش هوايه كما كانت بكري، اليوم ولات عمله اقتصاديه، كاين لانفستيسمون وتربح، وكما شار ليها هو راه شار لك على مرافق ديال المركب ديال الانديه ديال البرنامج طموح صراحه. وكنتمناو حنا نمدوا يد المساعده باش حتى هذا المنخرط وهذا الجمهور العاشق لشباب المحمديه يجي مثلا يتفرج ويصيب فين يبرك ويصيب فين يترفه ويصيب فين يتغدى ويصيب فين يلعب وليداته، خصنا هكا نصيبوا هذا النادي. وكنتمناو التوفيق لهذا الاخ، راه ابننا لان راه عاش معنا وعشنا معاه هو صغير، وكنتمنى له التوفيق. دابا هو كيقول لك شباب محمديه احسن ليا من برشلون، الور باش تعرف حبوا لشباب المحمديه لان عاش فيها وزاد فيها، وكنتمنى التوفيق للجميع، وكنتمنى للجميع باش نديروا يد المساعده.